التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع تحديات هذا اليوم الخاصة لسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات ضمن مهرجان المؤسس مهرجان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، ينطلق على بركة الله شوطنا التاسع في هذه الأمسية الخاصة للأبكار الثنايا والمسافة 8 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة والصدارة نوف لخليفة بن حمد بن خليفة العطية يتواجد في المقدمة والصدارة، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة ظن عبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن على بحيح المري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث ننتقل مع شعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. مع الغوطة في المركز الثالث ورابع التحديات نتابع مشاهدي الأعزاء شعار اللورد يتقدم مع العفريت عبد الله بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة في رابع المراكز وخامس المراكز. نتابع من المناطق الخلفية والوصول في هذه اللحظات من قبل هذه الشعارات المميزة، نتابع شعار هجن التحدي مع كيان القادمة في المركز الخامس، وكذلك من الجانب الآخر شعار المهندي من واقع الشعار نتابعه يتسلل إلى المركز الخامس من خلال هذا التحدي مع الصلفة لفهد بن علي بن عبد الله المهندي على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ونعود إلى المركز الأول وإلى نوف لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. شعار الجريان في البداية والمقدمة مع هذا الاندفاع المميز، بينما المركز الثاني القادم والمنطلقة هنا العفريت اللي في راسها مليون عفريت عبد الله بن حمد بن سعيد العيدة في المركز الثاني، وانتقل مباشرة إلى المركز الأول وثالث المراكز. الغوطة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ممثل الخور هنا يتقدم مع هذا الانطلاق في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع ظن عبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح المري على مستوى المركز الرابع وخامس المراكز. نتابع القادمة والمنطلقة كيان لهجن التحدي في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ونعود مباشرة إلى البداية ونتابع الأمور والسيطرة. إلى هنا شعار اللورد يتواجد مع العفريت عبد الله بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة على المقدم والصدارة، يقدم لنا العفريت في البداية والصدارة. وهنا أيضا القادمة في هذه اللحظات نوف تحمل شعار الجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية في ثاني المراكز، والغوطة في المركز الثالث للسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. شعار ممثل الخور يتقدم مع انطلاقة الغوطة في المركز الثالث المركز الرابع ظن للسيد عبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح المري في رابع المراكز وخامس التحديات، كما نتابع من خلال هذه الأسماء هنا التواجد من قبل الصلفة لفهد بن علي بن عبد الله المهندي، وأيضا بجانب الصلفة نرى شعار هجن التحدي مع كيان في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، لم يتغير شيء على المراكز المتقدمة. هناك أسماء وشعارات لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود إلى البداية ونعود إلى صدارة هذا الشوط، نتابع العفريت على المقدمة. هذه العفريت بشعار اللورد أحد الشعارات المميزة والخطيرة في عالم رياضة سباقات الهجن، قدم لنا في هذا المساء قدم لنا أسماء حازت على الرموز وأسماء أيضا مشاهدي الأعزاء في هذا الموسم. عبد الله بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة يقدم العفريت في المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة نوف. نوف تحمل ثلاث حروف نتابعها مشاهدي الأعزاء في ثاني المراكز، شعار الجريان خليفة بن حمد بن خليفة
العطية على المركز الثاني، بينما شعار الأليق في المركز الثالث مع الغوطة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند في ثلاث المراكز. المركز الرابع هذه ظن لعبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح المري يحتل المركز الرابع، والمركز هنا أيضا الخامس. نتابع مشاهدي الأعزاء القادمة والمنطلقة كيان لهجمة التحدي بتحديات هذا الشعار الجميل مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، كما نتابع أربعة مراكز يعلن الانفراد عن بقية المراكز. هنا منافسة رباعية حتى هذه اللحظات بقيادة العفريت اللي على الصدارة والمقدمة للسيد عبد الله بن حمد بن سعيد، العيدة على المقدمة والصدارة. انتصفت المسافة 4 كيلومترات انقضى من عمر هذا الشوط، ويتبقى 4 كيلومترات أخرى عن منافسة جديدة. هذه العفريت على البداية، ولكن نوف خطيرة في هذا التحدي. خليفة بن حمد وخليفة العطية مع ثاني المراكز. المركز الثالث يتقدم شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من خلال تواجد الغوطة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ظن عبد العزيز بن إبراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح المري في المركز الرابع، وشعار الشنجل القادم معشودة من تعزف الانشودة في خامس المراكز. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري، ولكن هنا أيضا الدخول. نتابع المتحدة لفهد بن علي بن شفيع بن سعيد الفيدة المري في خامس المراكز. هذه الأسماء مع ظهور الشعارات الجديدة، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى العفريت. يا سلام، في رأسها مليون عفريت تبحث عن الفوز، تبحث عن الناموس بشعار اللورد عبد الله بن حمد بن سعيد العيدة على المقدمة والصدارة، ولكن شعار الجريان شعارها للجريان مع ثاني المراكز من خلال انطلاقة نوف. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يتواجد مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند مع الغوطة. الغوطة في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع أرى التقدم في هذه اللحظات والتواجد مع المتحدة. بدأت تتحد قواها في رابع المراكز بشعار فهد بن علي بن شفيع بن سعيد الفيدة المري، وشعار بناصر القادم هنا مشاهدين الأعزاء مع شودة. هذه شودة مشاهدين الأعزاء، وديروا بالكم من شودة، من الأسماء الخطيرة ومن الشعارات المرشحة في هذا الشوط. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجر المري يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل، يا من يتابع قناة الريان الفضائية الناقلة لكم أحداث هذا المهرجان الكبير والعرس التراثي الأصيل. نتابع من خلال هذه التحديات الجميلة، والعفريت على البداية، العفريت على المقدمة، العفريت مع اللورد عبد الله بن حمد بن سعيد العيدة على المركز الأول، ولكن القادمة نوف مع ثاني المراكز بشعار الجريان. خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع ثاني المراكز. المركز الثالث يتقدم شعار الأنيق مع الغوطة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وشعار الشنجل القادم معشودة في المركز الرابع. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري، ولكن هنا المتدخل، هنا مشاهدين الأعزاء الطيارة وصلت بمحركاتها الجوية، تنطلق مشاهدين الأعزاء هذه الطيارة. حران بن محمد بن حران الفيدة المري مع خامس المراكز. هذه النتيجة للمراكز تقدمة، ولكن العفريت، الله يا العفريت على الصدارة، العفريت مع براية مع اللورد. هنا مشاهدين الأعزاء عبد الله بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة يقدم العفريت في المركز الأول بمتابعة أحد الخبراء في عالم التضمير،
بالراية يتواجد مع العفريت، ولكن نتابع الأسماء القادمة، نتابع هولانوف، خليفة بن حمد بن خليفة العطية، وكذلك الأسماء الجديدة الفدى تصل في هذه اللحظات. المبارك بن محمد بن راشد الجربوع المري، وصل بن جبران أيضا مع هذا الاسم المميز، ولكن الغوطة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الأنيق بدأ ينطلق في هذا التحدي الأنيق بشعاره المميز بهذه الأسماء المميزة. ولكن هنا مشاهدين الأعزاء الطيارة حرام بن محمد بن حرام الفيدة المري مع المركز الخامس، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، نعود إلى العفريت على الصدارة، العفريت تطمح إلى الفوز، إلى الناموس، إلى الزعفران. هذه العفريت مشاهدين الأعزاء، عبد الله بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة يقدم العفريت. ركز يا براية، التركيز مطلوب. هنا الأسماء القادمة، وصل بن جبران مع هذا الاسم المميز، وصل بن جبران ليقدم الفدى. مبارك بن محمد بن راشد الجربوع المري مع هذا الشعار الخطير والمميز، ولكن نتابع الطيارة. بدأت تعلن الإقلاع في الكيلو المتر الأخير، مشاهدي الأعزاء في مدرج ميدان الشحانية. هذه الطيارة لحران بن محمد بن حران الفيدة المري مع المركز الثاني، وشعار الجريان مع ثلاث المراكز، نوف نوف نوف، خليفة بن حمد بن خليفة العطية، ولكن الصدارة مع بن جبران. روح يا بن جبران، روح مع هذا الإبداع المميز، مع الانطلاق المميز. بن حران واصل مع الطيارة. هذه الطيارة مشاهدي الأعزاء بدأت تقلع إلى المركز الأول، إلى مشاهدي الأعزاء، إلى ناموس هذا الشوط. الله يا الطيارة مشاهدي الأعزاء في رصيدها سيارة، تضيف السيارة الأخرى والقادمة من المملكة العربية السعودية. حران بن محمد بن حران الفيدة المري ينتزع هذا الناموس المميز مع الطيارة، وطارت الطيارة بناموس هذا الشوط، طارت إلى المملكة العربية السعودية. سلام يا الطيارة، سلام على هذا الأداء المميز مع الطيارة. الطيارة مشاهدي الأعزاء تنتزع الناموس، تنتزع الموتر. تهانينا لحران بن محمد بن حران الفيدة المري على هذا الفوز والإبداع المميز. المركز الثاني جاءت في مشاهدي الأعزاء المتحدة لفهد بن علي بن شفيع بن سعيد الفيدة المري. المركز الثالث جاءت أيضا لمحمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل نوف لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس وصلت فيه الفهدة لمبارك ومحمد بن راشد الجربوعي المري. إذن مشاهدي الأعزاء شوط مثير وتحدي رائع تابعنا من خلال انطلاقة الطيارة من طارت من ناموس هذا الشوط، وتهدي السلام إلى أبناء المملكة العربية السعودية. نهني مالك الطيارة حرام بن محمد بن حرام الفيدة المري كابتن الطيارة في هذا الشوط. 12 دقيقة 50 ثانية وثمان أجزاء من الثاني، تهانينا وناموس. المركز الثاني جاءت في مشاهدي الأعزاء ومتابعينا الأفاضل. المركز الثاني كان الوصول من قبل المتحدة لفهد بن علي بن شفيع بن سعيد الفيدة المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وثلاث أجزاء من الثاني، تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث حلت في مشاهدي الأعزاء ظن لمحمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.